لا لشيء الا لانهم اختاروا الاستفاضه الى جانب معادله الجماهير ضد نظام جاثم بثقله على كاهل الضعفاء والمستضعفين والمواساه. الشكل النظامي ياتي في سياق وطني يشهد تمام الاحتقان الاجتماعي على جميع الاصعده وعلى مختلف المستويات، لا سواء فيما يتعلق بالهجوم المباشر النظام السياسي على القوت اليومي للجماهير عبر الخفض الهجوم والاقتحام اليومي للعمال، وكذلك غلاء الاسعار والرفع اسعار المواد الاساسيه كل يوم يصلنا خفض رفع هذا بشكل خيالي وبشكل جنوني بمختلف المواد الاساسيه. كذلك الهجوم على القوت اليومي للجماهير لم ياتي معزولا عن الهجوم على قطاع الطريق، لا سواء فيما يتعلق بشكله التعليمي المتمثل في حمايه ابناء الشعب استمرار في دراستهم في شهاده المواتيات وللسواعد الجماهير ضد نظام جاثم بثقله على كاهل الضعفاء والمستضعفين والمواساه. الشكل النظامي ياتي في سياق وطني يشهد تنامي الاحتقان الاجتماعي على جميع الاصعده وعلى مختلف المستويات، لا سواء فيما يتعلق بالهجوم المباشر النظام السياسي على القوت اليومي للجماهير عبر الخفض الهجوم والاقتحام اليومي للعمال، وكذلك غلاء الاسعار والرفع اسعار المواد الاساسيه كل يوم يصلنا خفض رفع هذا بشكل خيالي وبشكل جنوني بمختلف المواد الاساسيه. الصغاضة يا بابا ذمري ذاي مخاس الصغاضة يسفوه يوف كمر ذاي سماواس اسرمحاي ذو خمم ورنشي نفقس فوه يوف الدمارة وعرنشي نقوس نغراضي ذمزي ذا الصغانة نغذي نفاس نغرا 20 سنة زيد غورية يكفاس نغراضي ذمزي ذا الصغانة نغذي نفاس نغرا 20 سنة زيد غورية يكفاس. إلا هنا حييتم عاليا عشتم وعاش الوطن لأمثالكم، لن تسقط الراية لن يمر التخاذل، سننتصر رغم كيد الجبناء رغم تحالف الأعداء على مصالح أبناء الشعب. إلى هنا عاش الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بما هو منظمة جماهيرية ديمقراطية تقدمية ومستقلة.